أستاذ فادي، أهلا وسهلا بك إلى هذا الحوار. نفس النقطة، هل بالفعل يمكن الحديث عن توافق على اسم محدد وأن هذه الاستشارات ستتم بالفعل في موعدها ولا تأجيل؟ أولا مساء الخير وينعاد مساء الخير، عليكم. يا مرحبا، كل عام وأنت بخير. بعتقد أنا أنه الرئيس سعد الحريري كان واضح، أكيد نحن كتيار مستقبل حنكون إيجابيين فيما يتعلق بالتعاطي بالمرحلة المقبلة، لأنه المرحلة المقبلة هي مرحلة من أصعب المراحل في لبنان، نحن بقعر الانهيار، ولكن تيار مستقبل لن يكون شريكا بالاختيار أو بالتسمية أو بالتغطية أو بأي أمر آخر. نحن مش مطلوب منا لا نغطي حدا ولا نزكي حدا ولا نسمي حدا ولا نشارك بالتسمية. إذن أين إذا كان في الإيجابية؟ شخصية مرتبة إيجابية أنه ما نكون سلبيين، ما نكون مواجهين، ما يكون في مواجهة، ما يكون في تصعيد. مش مطلوب منا نحن نسمي، نحن خرجنا من التشكيل الحكومي مش لنقعد نغطي حدا أو نسمي حدا أو نشارك مع حدا. في استشارات نيابية ملزمة بدها تصير وفق الدستور اللبناني رح نشارك فيها ورح ناخد دورنا فيها، وإذا في شخصية مرتبة ممكن يكون في توافق، نحن إذا بتعجبنا هالشخصية وبتنال ثقتنا ممكن نسميها، وإذا ما بتنال ثقتنا ما حنسميها. ما رح نكون نحن شركاء مضاربين للعهد أستاذ فادي، لتعويمه، دعنا نكون مش شغلة تعويم دقيقين، حدا، دعنا نحن مش شغل نكون سياسي. دقيقين لو سمحت. بشكل أكبر، تيار المستقبل بالنسبة له، تفضل. هل سيرشح شخصية من الصف الأول أم من الصف الثاني؟ الشخصية من الصف الأول يجب أن يترتب على أمرها شروط، والظروف لم تتغير، وبالتالي من سيجازف من الصف الأول؟ وإذا كان شخصية من الصف الثاني ستكرر تجربة حسان دياب، ليس كذلك؟ اول شيء عندنا بالصف الثاني بتاع مستقبل ما في حسان دياب، هلا عندهم حسان دياب، هو صف اول عندهم حسان دياب، مش عندنا لا ثاني ولا ثالث عندنا ولا عاشر بيطلع، هو صف اول عندهم. هي اولا. ثانيا، كل شيء منوط بالتفاهمات اللي ممكن تصير من هون لنهار التنين، اذا ضلت الاستشارات نهار التنين وما تهربوا منها مره ثانيه وما اجروها. بس المضحك بنهار التنين الاستشارات انه رئيس الجمهوريه والقصر الجمهوري حطوا انه تيار مستقبل يكون اول الاشخاص اللي لازم الكتل الاولانيه اللي لازم تعطي رايها، بالتالي انه عم يحطوا تيار مستقبل بالاول وتيار وطن الحر بالاخر لحتى يكون في تيستينج لتيار مستقبل ويكون عنده حريه كامله لتيار وطن الحر. يعني حتى رئاسه الجمهوريه بتوزيع الكتل بدها تعطي رايها بالاستشارات وزعوها على ياسون، حطوا تيار مستقبل بالاول وحطوا تيار وطن الحر وما الفكره بالاخر من هذا؟ وحلفائه طبعا. هذه التراتبيه ما الفكره منها؟ احراج تيار المستقبل ليشوف تيار المستقبل وين بده يروح، على اساس هن وين بدهم يروحوا، بعده نحن خارج الموضوع، نحن ما قلنا دور اليوم، نحن ما بدنا نسمي حدا، او يمكن نسمي حدا اذا شفنا في قدره انه نحن نقدر نوصل لمطرح معين. مثل اما من؟ نوضع مثل تيار المستقبل من؟ بالاول وتيار الوطني الحر بالاخر. استاذ فادي، مثل من؟ لا لا، ما في اسماء اليوم، نحن ما عندنا اسماء، كله منوط. لا لا، ما في اسماء، ما في تسميه لا اليوم ولا بكره. في نقاشات بتصير بين القوى السياسيه من هون للتنين، بنشوف كيف رايحه الامور وبياخذ مستقبل الموقف المناسب. اذا كان في شخصيه مرتبه يتم التوافق عليها نحن ما رح نكون عائق، اما اذا في شخصيه بتشبه حسان دياب حلال عليهم حسان دياب، اساسا حسان دياب كثير عليهم، خلينا نشوف شو فيهم يعملوا مع شخصيه بيتر حسان دياب او افضل شوي او اقل شوي، يعني على نفس الحجم، لنشوف شو بدهم يعملوا. هن دفشوا بسعد الحريري وخلوا سعد الحريري يخرج من المعادله لانه عندهم خطه بديله، اذا ما عندهم خطه بديله كارثه، واذا عندهم خطه بديله خلينا نشوف هالخطه البديله شو هي. جميل، فهي بكل بساطه استاذ ابي لأنه نادر، اللي طلع سعد الحريري من التشكيل، دعني اسال هو السيد رئيس ابي نادر عن اللي الخطه طلعه البديله. خلينا فرجينا شو بيقدر يعمل.